نتائج أو بيان الـ Personal Consumption Expenditure، مؤشر الاستهلاك الشخصي، من أهم العوامل التي تحرك الأسواق العالمية على مدار هذا الأسبوع، خاصة أنه هذه الأرقام ستصدر في نهاية الأسبوع تحديدا يوم الجمعة. فبالتالي حالة الترقب من المتوقع أن تستمر طوال عدة جلسات اليوم وأمس. طبعا تابعنا هذا الترقب. الأرقام من المتوقع أن تثر استقرار في معدل الاستهلاك الشخصي الذي هو يعتبر المقياس المفضل لقياس التضخم من قبل الفيدرال، استقرار عند 2.5%. هناك أيضا بعض التقديرات تشير إلى ارتفاع طفيف في الرقم الأساسي الكور بي سي إي الذي يستثني العوامل المتقلبة. هذا المقياس من الممكن بحسب بعض الإحصاءات أن يرتفع إلى 2.7% من 2.6%. وهذه الأرقام في غاية الأهمية، لأنه سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع في جاكسون هول التصريح من جيروم باول الذي أعطى يعني أوضح إشارة أن الفيدرالي أصبح جاهزا لخفض الفائدة في سبتمبر. خلال جلسة يوم أمس الاثنين سمعنا من ماري ديلي رئيسة البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو التي ربما يعني كررت ما سمعناه من جيروم باول، وقالت انه هي ايضا ترى انه الوقت اصبح مناسب او حان الوقت لخفض الفائده من دون ان تعطي اي اشاره عن قدر الخفض المتوقع. ولكن جولدمان ساكس مثلا من البنوك التي تقول انها تتوقع خفض الفائده في سبتمبر، في نوفمبر، وايضا في ديسمبر، وهذا يتماشى نوعا مع بعض التقديرات في الاسواق التي تتحدث عن خفض بربع نقطه اساس او ب 25 نقطه اساس عفوا في سبتمبر، ربع نقطه مئويه. ولكن اجماليا هذه السنه من الممكن أن يخفض الفيدرالي فائدة بمئة نقطة، ولكن أكيد أرقام البي سي إي مهمة. وقبلها بالمناسبة أيضا ما يجب أن نذكر أرقام الجي دي بي، النمو صدر كذلك يوم الخميس من هذا الأسبوع التي من المتوقع أن تظهر نمو قوي للاقتصاد الأمريكي ب 2.7%. وخلال جلسة اليوم سنتابع بيانات ثقة المستهلكين أيضا مهمة جدا. كل هذه الأرقام أكيد يتخذها الفيدرالي في اعتباره، ليس بشأن سبتمبر لأنه الأمر محسوم، ولكن ربما قدر الخفض القادم وعدد المرات التي من الممكن أن يخفض بها الفائدة قبل نهاية السنة الجارية.